أكمل قول الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. طيب أكمل يا مولانا. وإذا بدلنا آية مكان آية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. انتظر يا مولانا، قل عيد الآية. وإذا قل نزله روح القدس من ربك ليثبت. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت. في كلمة هنا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولو رحمنا. لا هذا مكان ثاني. تبي أنه سورة بتقرأ النحل. هذيك المؤمنون. ولو إذا بدك عيد الآية أخرانية فأنت تربطها معها. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. طيب يا شيخ يا مولانا اقرأ لنا من قول الله عز وجل في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ولقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اقرأ لنا يا مولانا في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه لطيف خبير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه هو في سورة فاطر يا شيخ يا مولانا. إنه كان حليما غفورا. نعم. وتذكرت هذه آخر صحيفة بفاطر. أعد: إن الله يمسك السماوات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
عطيل وغيره. عطيل أي وأقسموا. طيب وأقسموا بالله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لئن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكون لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ومكر السيء فلا يحيق المكر وفلا استكبارا في الأرض ومكر السيء فلا ليس فاء ليس الفاء هناك حرف عطف ليس الفاء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اقرأ لنا يا مولانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. للفقراء الذين أخرجوا المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للذين أخرجوا من ديارهم لا للذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله والله عليم. هذا في سورة الحشر هذه سورة الحشر. أنت أين ذهبت؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. لا يا صاحبي أولئك هم صادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا بعد؟ انتهت هذه الصحيفة. ماذا بعدها؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان. أيوة أنت تعيد. نعم أعد.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين يقولون رب الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم فتح الله لك يا مولانا.